ICPHR هو اسم الشركة اللي هنحاول نجاند بيها الضيف بتاع النهاردة. تفتكروا هيرضى؟ أي مع شطارتنا أنا هديكم المعلومات اللي تساعدنا إن إحنا نخليه يوافق نجنده معانا. جاكي دي أهم حاجة تركز عليها إنه بيتكسف من البنات ومالوش أي علاقات نسائية تماماً. حلوة أوي الكلام. بس تفتكر إنه هيضعف قدام مع جاكي ولا إيه يا أحمد؟ أنا ضعيفة. وعمتاً عمل أول خطوة بتاعته وخلاص مضى الابليكيشن والابليكيشن ده قصة كبيرة بقى في الآخر هيعرفها يعني. كمان ركز على أنه كان عنده عربيتين وباع واحدة منهم هيبيع واحدة منهم حبيبي مش عايز تبيع العربية التانية بتاعتك؟ أحمد بيه تمام معاك المعتاد طبعاً يا فندم لأش بتاعت التعارف أقول لك أسامة اسمه محمد عباس محمد عباس شهرته بيسو أو بيبسي عنده شقة في شبرا وعنده بيت في ابن بيتك واهم معلومه بقى من ده كله والدته موظفه في شركه مصر للبترول ركز له عليها بقى عشان انت عارف الوالده بالنسبه لناس كتير قوي اللي هو انت عرفت المعلومات دي منين ده يا ريس تمام شايفه طالع على السلم اهو طيب جاهزين يا جماعه انا جاهز عن نفس جاهزه يا جاكي جاهزه جاهزه يا جاكي عيب عليك يا جاك جاهزه يلا بينا يلا بينا ربنا معانا ربنا يستر جاكي اللي هعمل معاك الانترفيو مبدئيا سوري على التأخير اوكي بس محمد عرفني بنفسك اسمك ايه بالكامل؟ محمد عندك كام سنة حبيبي؟ انا عندي 25 سنة اشتغلت فين قبل كده؟ اشتغلت في شركة في جيرة تبع قريبي بس اوكي بدل حاليا بتشتغل ولا لا؟ لا اوكي طيب طموحك تاخد قد ايه في الشهر؟ يعني اكيد اي انسان عنده طموح في الدنيا يعني 2000-2500 2000-2500 مصري؟ شايف ان المبلغ ده ممكن يعيش حد كويس في مصر؟ لا ليه متوتر؟ لا عادي انا اعرف عنك انك بتتكسف من البنات بس ما تقلقش انا مش تمام اهو اوكي ايه مفهومك عن السلام السلام سلام السلام في العالم يعني مش قاري اوكي تلبس جلاليب في البيت لا سرقت قبل كده لا بتستغنى من الكذب كتير في حياتك لا طيب بص احنا الشغل معانا محتاج حد يكون طموح حد يكون ذكي حد يكون سريع البديهة اوكي مقابل ده انت هتاخد مصاري كتير يعني احنا انت اولا تعرف عندنا المنظمه بتاعتنا الـ ICPHR احنا الـ International Committee for Peace and Human Rights اوكي احنا كل مهمتنا ان احنا بنحفظ السلام في العالم كله فاين كل المطلوب منك اي شركه في الدنيا بيكون ليها database صح انت مطلوب منك تكون الداتا بيز بتاعتنا هنا في مصر يعني باختصار هتجمع معلومات عن افراد معلومات عن بنوك عن بورصة عن حتى بص مهما كانت معلومة بسيطة بس دي بتفرق معانا مثلا الشعب المصري بياكل بندورة وخيار كتير مع الفول والفلافل انت ممكن تيجي تقولي ان جاكي سعر الخيار في مصر طلع دي ممكن تكون معلومة تافهة بالنسبة لك بس بالنسبة لي معلومة مهمة كتير اوكي سعر اللحمة سعر العقارات عندك فرد معين بيشتغل في حكومة مصرية ممكن ابقى انا حابة اعرف معلومات عنه ممكن اديلك ظرف توصله لحد معين مقابل ده انت هتاخد مصاري كتير يعني انت هتاخد حوالي 10,000 دولار في الشهر غير انه اي ميشن انت هتقوم بيها هيكون ليها كمش ايه رايك بس انا ماليش في ال مالكش في ايه في الشغل ده يعني مش شويه حبيبي احنا من اكبر المنظمات في العالم احنا عندنا فروع كتير في كل دول الدنيا عندنا في مصر في اسبانيا في تل ابيب في المغرب عندنا في اماكن كتير ممكن كمان نسافرك بتحب تسافر برا مصر لا انا سافر مش عايز اشتغل
ليه؟ ايه وجه اعتراضك؟ لا مش عاوز انا اشتغل مع ان شاء الله من اول. ليه حبيبي؟ لا مش عاوز. مش عايز ايه؟ مش عاوز اشتغل. ليه متوتر؟ لا لازم يكون عندك ثبات انفعالي. لا انا عندي ثبات. نو انت ما عندكش اي ثبات. لا انا انفعالي. مش ايه؟ مش هحب الشغل. فكر في المصاري في فلوس. لا انا مش عاوز. انت عندك عربيتين وهتبيع عربيه، ليه ما تخليهمش ثلاثه اربعه؟ ليه متوتر؟ عارف دعم ايدك كده معناه انه انت متوتر. لا مش متوتر، انا بس عشان عندي شغل خاص في المستقبل. نو حبيبي ما ينفعش. شكرا. مش هكمل شغل، هكمل معاك انت في الدنيا، مش هشتغل معاك. نو انت اوريدي معانا. لا لا انا مش معاكم. نو حبيبي انت معانا. لا مش بمزاجك. مش عارف بس يعني اسف. لا حبيبي وين رايح؟ مروح. ماشي. لا 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 بليز ستوب. اسف بليزي. نتكلم. سيبيني بليزي. انا مش نتكلم. انا مش شغل دوت. انا مش تبع شغل بليز. انا حبيبي معلزك. انا بليز. مش انا مش بليز. بليز بس بليز. انستون معلز. بليز بليز ممكن تسيبيني وامشي. انا مش هشتغل مع الصوره. ليه حبيبي مش حابب تشتغل؟ عشان انا بنت وانت بتتكسف من البنات. لا لا عشان انت. طب وين المشكله؟ انا مش حابب. مش حابب ايه؟ مش حابب اشتغل معاك. مش عاوز اشتغل حبيبي. انا حبيبي ليه؟ نو 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 مستر محمد. ايه ده حبيبي؟ ليه انا مش عاوز اشتغل؟ ليه انا عاوز اشتغل؟
محمد احمد عباس صح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش أنا يا باشا، ده خطك؟ خطك ولا مش خطك؟ ده خطاء يا باشا من تحت. ده خطك ولا مش خطك؟ أيوة ماشي، بس ده مش طبعاً. أنا مش ده الطب الشرعي، ده الطب الشرعي. أنا بقى عايز أساعدك، أنا عايز أساعدك بالراحة. أنت جيت هنا إزاي؟ هم اتصلوا بيا وقالوا لي بتاع. مين اللي اتصل بيك؟ بتاع هنا في الشركة. قالوا لك إيه؟ قالوا في شغل وفي تعالى أنت شغال في ال في الايه بقى شغال فيه؟ شركة طلبوا في فرع، هم عايزين لكم فرع. وبعدين؟ بس فرنسي معاكم السبت. احنا مراقبينك بقى لفترة على فكرة، لو انت تفتكر ان احنا النهارده أول يوم نعرف عنك حاجة. أنا مش هتكلم في أي حاجة غير في وجود السفير بتاعي. مين الراجل اللي دي معاك؟ أنا مش هتكلم غير في وجود السفير بتاعي. طيب، حاضر. هنجيب لك عينيا تتأمر يا سلام. ها؟ إيه اللي حصل بقى؟ قالت لك إيه؟ ما تقلقش. حبيبي. ها قالت لك ايه بقى يا محمد؟ ما قالتليش حاجه يا باشا، عماله تقول لي انت عايز تديني معلومات. قلت لها لا انا مش عاوز اشتغل معاك. بس عرضت عليك فلوس؟ لا ما كلمتكش فلوس خالص، عايزك تجيب معلومات كده لدوله الوطن. لا يا عم ما صور ما اعرفش ايه. قلت لها انا مش عاوز الكلام ده. انت جاي عشان تشتغل وعارف انت جاي هنا مبسوط ليه؟ لا ما اعرفش. مش عارف انت جاي مبسوط ليه؟ ما اعرفش. كنت في الملاهي يا محمد صح؟ بالراحه بس. كنت في الملاهي يا محمد. عمرو باشا في شقه الطلبه يا محمد. عمرو باشا محمد مصري همامي. انت تهمني يا محمد. صل على النبي، صل على النبي كده، صل على النبي، صل على النبي واحد عشان انت همامي. انت تهمني يا محمد. هي مش همانه في حاجه، هي ما تهمنيش. مش هتكلم في اي حاجه. ماشي انت هتتكلمي بس كده خلاص بالعدل. ماشي مش هتكلم في اي حاجه محمد. عايزك متماسك. عشان انت لا مفيش راجل بيعيط. مفيش راجل بيعيط يا محمد. محمد احنا عندنا بقول لك على حاجه. تخرج من هنا يا محمد. ايه؟ عمرو باشا عمرو باشا محمد بيه هيقول لك على الطرق اللي بص مستقبل. بص يا محمد احنا عايزينك معانا. ايه رايك؟ بدل يا عم محمد ما انت كنت معاكم انت معايا. ايوه بص يا سيدي استاذنك خرج الاستاذه بره عشان حضرتك تتكلم بيتهم على ماشي معايا. اتفضلي يا استاذه. ما تمسكنيش كده. خرج بره يا حبيبي. يلا اتفضلي. انا هعرفك انت بتعملوا ايه. ماشي حاضر. بص يا محمد صل على النبي. هما كانوا عايزينك تشتغلوا ضد مصر وكانوا عايزينك معايا، وانت راجل مصري وما رضيتش. فوق الراس يا عم الحاج. حلو كده. عايزك تطمن انت الراجل بتاعنا. ها عايزك بقى تعمل ايه يا محمد؟ تسيل الناس كلها. هما هيدوروا عليك وهيبصلوا لك وهيكلموك. ايه رايك؟ انا عايز اقول لك انا بعد اذنك عشان بص شوفوا لنا بالراحه. سيبته بقى بالراحه. محمد سيبته بقى بالراحه. محمد فصعب ظروف معدنهم الطيب يبان.
انت بالنسبة لي مش اربع حيطان، انت ارضي وارضي عمري كمان، انت دمي وامي واحلى سنين زمان، انت دمي وامي واحلى سنين زمان، انت بالنسبة لي مش اربع حيطان، انت ارضي وارضي عمري كمان، انت دمي وامي واحلى سنين زمان.